السلام عليكم. اليوم رانا في القرب من وادي الحراش وين نشاهد يعني جانب من الاشغال تاع التهيئه تاع هذا الواد اللي يعني في الجزء هذا الواقع في منطقه المحمديه، يعني اخر جزء قبل المصب تاع الواد هذا في منطقه صابلات. اذن هنا نشاهد الاشغال ما زال السيره. نزيد نروح نقترب، اذا ما تروحوش تبع الفيديو هذا الى النهايه، اني سوف نمشي حتى للموقع تاع الاشغال ونزيد نبدي بعض الملاحظات عندما نلحق المكان هذاك. هنا راني في المنطقه هذه فيها ثلاث جسور، وهنا راني فوق الجسر نتاع التراموي نتاع اذا اللي يمر من هنا، هذا الجسر تاع التراموي، وكاين زوج جسور نتاع طريق السيار، واحد يدي واحد يجيب، اضافه بالاضافه الى الجسر الرابع اللي ما راهش يظهر الان واللي راه في نتاع في قيد الاشغال اللي يروح لمنطقه جامع الجزائر. واليوم رانا في يعني وقت يعني رانا في اليوم تاع 28 فيفري 2023، راه الحال بارد، جو بارد وفيه رياح باردة جدا تجي من البحر. وهنا رانا في المنطقة تاع المحطة نتاع تراموي، ونديرو عليها نديرو فيها بينا بعد التهيئة انتهت فيها نديرو فيها فيديو خاص بالمحطة هذه في وقت آخر. إذا نشوف هنا الأشغال كاين هنايا، نلاحظ أنه الأشغال يعني اللي عندها انطلقت هذه مدة حوالي 14 سنة، انطلقت في 2010 والآن يعني ما زالت يعني لحقنا مستوى تاع الأشغال، لحقنا تقريبا حوالي 80% يعني من نسبة تاع الأشغال. ونلاحظ فيه في المنطقة هذه ثلاثة نقط تاع الأشغال. هنا نشوفوا نقطة هنا زوج، وكاين نقطة في الخلف ما تبانش، وهنا راهي العملية تاع الدراغاش، اسمه نابل الدراغاش تاع الواد، يعني ينحيو الأتربة اللي تتراكم من تحت، وان الأشغال يعني فيه يعني صعوبة بسبب الامطار غزيرة، وكذلك يعني هي في الحقيقه ما كانش حاجه صعيبه في ميدان الهندسه المدنيه والبناء. ناس بنات في القمر، بنات في البحر، بنات تحت البحر، بنات بين السماء والهواء، كاين محطه فضائيه مبنيه ما بين السماء والهواء. اذا يعني القضيه مش قضيه الصعوبة، هي قضية مسألة الوسائل. على كل حال هنا عندنا مركز السيارات نتاع اللي تابع المحطة تاع الترامبي، وشاهد الترامبي هنايا. إذا هو جانب من الإشغال إذا تاع الدراغاج، رفع الأتربة من القاع تاع الواد. والاشغال هي في الاساس الحقيقه يعني الاساس تاع الاشغال هو قضيه الروفورسمون تاع لي باروا تاع الواد، هذا هو الضفاف، يعني كونسوليداسيون، سكون افير لا كونسوليداسيون دي باروا على الواد باش الكاليبراج تاع الواد ما يتغيرش، باش ما يعني تثبتوا الحجم تاع الواد ما يعاودش يريب، باش من الواد ما يعاودش يريب. هذه هي الاشغال، اساس تاع الاشغال هذه. عندما يتم التثبيت نتاع الضفاف تاع الواد تبقى قضيه التهيئه نتاع الفضاءات تاع الواد، يعني دي سباس فير وكذا، هذيك حاجه تعتبر بسيطه نوعا. اذا اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.